أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أسباب تأخر حسم معركة استعادة الشرعية في اليمن. لماذا تأخر الحسم في اليمن؟ قد يبدو السؤال بديهيا في الوهلة الأولى، لكن الإجابة عليه تعني الخوض في العديد من التعقيدات والأبعاد المحلية منها والدولية التي كان لها أثر كبير في تأخير الحسم. ما هو محل إجماع هنا أن دخول الحسابات السياسية الضيقة بالإضافة إلى الضغوطات الدولية انعكست سلبا على مسار المعركة وأعاقت الشرعية عن بسط سلطتها على كامل التراب اليمني، وهو الأمر الذي دفع ثمنه المدنيون قتلا وتهجيرا وأمراضا. لا تتوقف الآثار السلبية هنا وحسب، بل أن تأخير الحسم ساهم في ظهور مشاكل ومشاريع وأجندات كثيرة بعد أن قل منسوب ثقة الناس في أداء الشرعية التي يرى كثيرون أنها تتحمل ربما الجزء الأكبر في تأخير الحسم في جبهات كانت قريبة من الخلاص من سلطة الميليشيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نحاول البحث في تلك الأسباب والتعقيدات في محورين: ما هي أسباب تأخر الحسم العسكري وهل ساهم أداء الشرعية والتحالف العربي في ذلك، وما أثر التأخير وضيق الأفق على مستقبل اليمن؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي عن موضوع الحلقة. عامان وأكثر منذ أن دخلت اليمن في جحيم حرب الميليشيا، عامان وأكثر تبدلت فيها المعطيات وتغيرت موازين القوى على الأرض، وتقلص نفوذ الميليشيا من أقصى الجنوب إلى أقاصي الشمال، لكن أعوام الحرب وما شهدته اليمن خلالها من قتل ودمار وتهجير لم تكن كافية لحسم معركة استعادة الشرعية، وفي ذلك أقاويل ورؤى كثيرة أشاهد فيها دخول السياسة وحساباتها الضيقة التي لعبت دورا كبيرا في تسريع الحسم أحيانا وتأجيله في أحايين كثيرة كما يقول البعض. فحين حضرت النية ووضحت الرؤية وتراءى الهدف ناصعا، لم يأخذ التحرير بضعة أشهر كما حصل في عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وحين أخذت الحسابات السياسية طريقها إلى أرض المعركة، توقفت نواظير المدافع عن النظر إلى ما بعد المحافظات المحررة، وربما انحرفت مساراتها في لحظة ما، فتشكلت حينها ما يعرف في علم السياسة وعلم الحرب باللحظة الفارقة، تلك اللحظة التي تحولت فيما بعد إلى زمن في عدة الحرب، فأفقد النصر قدرا كبيرا من عنفوانه وزخمه بعد أن كان قد أوشك على الاكتمال. وعلى إثر ذلك دخلت تعز إلى مستنقع الدم اليومي، وأخذت المعارك طريقها إلى مربع المراوحة والسيطرة المتبادلة التي دفع المدنيون وما زالوا ثمنا باهظا خلالها. المراوحة والحسابات الدولية وما خلفته من ضغوط تسللت أيضا إلى باقي الجبهات، فانحسر التقدم فيها في انتظار المساعي السياسية التي أخذت متسعا كثيرا من الوقت وقدرا كبيرا من عزم المقاتلين دون ما فائدة، فلا الحديدة ولا ميناؤها دخلت في تأثير مبادرات المبعوث الأممي التي عادت جميعها بخفي حنين. هذا السيناريو مع قليل من الاختلاف نظرا لطبيعة الجغرافية الصعبة حدث ويحدث في جبهة نهم. وبالاعتماد على كل ما سبق، يبدو بأن مشوار الحسم ما زال طويلا ما لم تأتي الرياح بجديد يخالف التوقعات، وذلك هو المأمول عينه. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. بداية بالنسبة لك، ما هي أسباب تأخير الحسم في معركة اليمن؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال دائما تبادر إلى الذهن ويكرر، وهناك ما يمكن ذكره إعلاميا، وهناك أيضا ما يمكن إبقاءه لأنه لا يصلح مادة إعلامية لضرورة اللحظة. ولكن بشكل عام كعنوان رئيسي، البيئة اليمنية الضاغطة هي أهم سبب لتأخير الحسم في اليمن إلى الآن، بالإضافة إلى البيئة الدولية وأيضا الأمم المتحدة وإدارتها لبعض شؤون اليمن، فقد كانت تدير وليست طرفا في الحل. طيب، أنت ربما حصرت الموضوعين كعنوان بارز في البيئة اليمنية والبيئة الدولية، بشيء من التفصيل ما علاقة البيئة اليمنية وما هي علاقتها بتأخير الحسم؟ ما ملامح العلاقة؟ يعني سمعنا في التذكير المفصل القصير الذي قبل شهور الذي كان جامع وشامل، أنه التحرير في المحافظات الجنوبية وفي عدن، لأنه كان هناك إرادة وكان هناك قدرة وكان هناك رغبة في التحرر،
ولكن مع الأسف البيئة اليمنية الضاغطة، الهوى اليمني، المجتمع اليمني، لا زال هناك مع الأسف اليمن، وأقولها بكل صراحة، خلال العقود الماضية لم يكن هناك سياسة وطنية ترتكز على الهوية الوطنية، بحيث أن كل المواطنين يتساوون أمام النظام، أمام القانون. مع الأسف وقت علي عبد الله صالح والعقود الثلاثة وأكثر التي حكم فيها اليمن، حكمها لمصلحة شخصية، استأثر بكل شيء، وزع الناس لكل في كل اتجاه، وبالتالي من الصعب جدا أن تكون اللحمة الوطنية اليمنية مجتمعة في وقت قصير. نلاحظ الآن أنه بعد وخلال المرحلة التي أحس اليمن فيها بالخطورة، وأنهم أصبحوا قاب قوسين أو طيب من سيادة العميد، هذه البيئة وحالة التباين الموجودة في المجتمع اليمني التي تقول أن علي عبد الله صالح ربما تلاعب بها وراهن عليها حتى يستمر في الحكم حتى بعد خروجه من السلطة من خلال المبادرة الخليجية، أيضا هناك طرح بأن ربما هناك من لعب أيضا على هذه التناقضات والتباين، ليس فقط الداخل اليمني، أيضا ربما الإقليم واللاعبين الكبار أيضا مراهن على ذلك، وطالما يحدث في اليمن وغيرها من الدول الأخرى. بالتالي كخبراء اليوم أنتم، ما هي الاستراتيجية الممكنة للعب من خلالها حتى إيجاد حل والحسم وتحقيق الأهداف الكبرى، سواء للتحالف العربي أو للشرعية واستعادة الدولة وقطع النفوذ الإيراني؟ لا أفترض معك جدلا، لأنه هذا الموضوع قائم، أن هناك من يتلاعب إقليميا ودوليا بذلك. دوليا نعم، وإقليميا نعم، وأشير هنا في هذا المقام إلى إيران، لكن المسؤولية مسؤولية يمنية بحتة. يفترض أن يكون كل يمني على قلب رجل واحد، لأن عقيدتهم مهددة، عروبتهم مهددة، قيمهم مهددة، أرضهم مهددة، عرضهم مهدد، وبالتالي لم يكونوا على قلب رجل واحد مع الأسف. الآن تحسنت الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا أتمنى والله أن ما نخوض في مثل هذا الموضوع، ولكن طالما طرحت السؤال الصورة الآن واضحة وأصبحت أكثر وجلية. الحكومة تعمل بقدر الإمكانات المتاحة، هناك أخطاء، أعتقد أن هناك انتصارات يقابلها انقسامات وهزائم للطرف الآخر الانقلابي، مطية إيران في المنطقة. الأمور ستتحسن إلى الأفضل استراتيجيا، نحتاج فقط إلى تبديل في الأولويات الاستراتيجية العسكرية واستراتيجية العمليات في الميدان. طالما أوقفنا السهم أو الربح الذهبي في الجنوب الغربي، يفترض أن نفعل وبقوة سرواح وأرحب ونهم باتجاه صنعاء، قاعدة لا يوجد فيها قوات كبيرة للانقلابيين. يفترض على الجيش والمقاومة أن تدخل العمق، قاعدة متأثر معنويا في القيادة الإنقلابية، تهامة قابلة للحركة للقوات العسكرية. طيب هذه الزاوية العسكرية التي للقادة العسكريين. طيب سيادة العميد، هذه الزاوية العسكرية اللي تحدثت عنها، تفعيل جبهات معينة وإمدادها بالسلاح كمدخل للحسم، سأعود لنقاشها معك بعد أن نشرك من لندن ضيفنا الدكتور محمد جميحة. أهلا بك دكتور محمد. إلى أي حد تتفق مع الأسباب التي ذكرها العميد حسن الشهري من الرياض في مسألة تأخر الحسم في المعركة الكبرى في اليمن؟ الموضوع يعني فيما لو تأخر أو لم يتأخر هو موضوع نسبي، يعني حسب ما كنا نؤمل. نقول الآن أن الموضوع تأخر أو أن الحسم تأخر، لكن ربما حسب المعايير العسكرية، حسب الحسابات الدولية والإقليمية، ربما أن الأمور تسير في يعني سيرا يعني سيرا معقولا. لكن على أي حال دعنا نقول أن الموضوع تأخر وأن هناك أسبابا لهذا التأخير. طبعا تكمن الأسباب في حقيقة التناقضات الموجودة التي كانت في البداية، ربما كنا نعدها نوعا من التباينات الخفيفة في الرؤى والمواقف، لكن هناك تناقضات في الداخل اليمني، هناك أيضا تناقضات أيضا في المجتمع الدولي، وهناك أيضا في التحالف العربي لا توجد رؤية موحدة متطابقة إذا يعني كيفية سير الأمور فيما بعد عملية التحرير من قبضة الميليشيات، وأيضا ربما في رؤية كل دولة من دول التحالف لما ينبغي أن يكون في البلاد. هذه المجموعة من العوامل هي التي ربما أدت إلى نوع من التباطؤ.
طبعا الميدان هناك يعني قوة عسكرية كبيرة يعني من ناحية العتاد العسكري، لكن لنكون واضحين أن المقاومين على الأرض والجيش الوطني في سواء في نهم أو في صرواح على أطراف مأرب الشمالية الغربية من جهة صنعاء، وكذلك المقاومون في تعز ليس لديهم السلاح النوعي الذي لدى الانقلابيين. يعني أنت أمام حرس جمهوري مدرب وأمام أيضا ميليشيات خاضت حروبا عدة في الماضي ولديها أيضا أسلحة متطورة، هي خلاصة تسليح الجيش اليمني الجيشين اليمنيين في الشمال والجنوب، ثم خلاصة تسليح الجيش الوحدة فيما بعد. بينما المقاومون لديهم أسلحة إذا ما كانت إذا ما عدت من الأسلحة المتطورة فإنها لا تتعدى الأسلحة المتوسطة بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، بمعنى أنه لا توجد دبابات مع المقاومين في حقيقة الأمر، لا توجد مدرعات، لا توجد مدفعية ثقيلة، لم يسلح المقاومون بهذا النوع من السلاح حتى في الجيش الوطني. موجودة الدبابات والمدفعية موجودة، ونسمع في الأخبار حديث عن أن مواقع الميليشيا في جبهة مارب أو في جبهة نهم باتت تحت مرمى مدفعية الجيش، هناك مدفعية ودبابات في عدن في أبيان في أكثر من مكان، هل تتحدثت بشكل عام أم ربما تقصد بعض الجبهات لا توجد فيها سلاح ثقيل؟ أنا أقصد أنه في الجبهات التماس، طبعا هناك في الجنوب بشكل عام هناك يعني عتاد عسكري وقوة أمنية بسط السيطرة إلى حد كبير، لكن أتحدث عن جبهات التماس يعني الذي لديهم هو معروف يعني لا يمتلكون الدبابات. أين هي الدبابات الموجودة مع المقاومين في تعز على سبيل المثال؟ ما هي الدبابات الموجودة لدى الجبهة في صرواح أو في نهم؟ هناك أيضا هناك أسلحة يعني متوسطة، حتى نوعية المدفعية مدفعية متوسطة، ومع ذلك يحصل تقدم عندما ينزل دعم عسكري معين للجبهات، وبعد أن ينفد هذا الدعم يعود الحوثيين للاستيلاء على المناطق التي تم تطهيرها منهم. هذا طيب على لماذا أن دكتور محمد مركز على هذه النقطة، نقطة السلاح الثقيل، وما علاقتها بموضوع الحسم؟ كيف ما علاقة نقطة السلاح الثقيل بالحسم؟ إذا كنت تواجه يعني خصما مدربا ولديه مخزون كبير وهائل من الأسلحة وأنت لديك إمكانات برية خفيفة، ويعني صحيح أن هناك غطاء جوي وهو الذي مثل بشكل كبير لهذه القوات من التقدم، لكن هل يكفي الغطاء الجوي لهذه الحسم؟ أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في ربما أنا لست خبيرا عسكريا، أن التحالف العربي بحاجة دكتور محمد أنا مدرك ومعي المشاهدين لأهمية السلاح الثقيل، فقط عندما طرحت عليك السؤال حتى توضح الصورة وأنقل ما طرحته لضيفنا الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري. سيادة العميد، إذن سمعت لتوصيف الدكتور محمد جميح من لندن عن أسباب وتعقيدات الحسم حتى الآن، ربما هناك أضاف نقطة لما أضفت إليه أنت قلت ربما هناك تناقضات داخل البيئة اليمنية، هو قال ربما هناك تناقضات داخل التحالف العربي والإقليم ربما انعكست بشكل ما على تأخير الحسم، أيضا موضوع الجبهات العسكرية وإمدادها بالسلاح النوعي والقادر على حسم المعركة، هناك ربما قد يكون نوع ما من التباين في نوعية الأسلحة الموجودة في بعض الجبهات، وأيضا أنت كنت أشرت إلى نقطة مهمة تتعلق بتزويد ودعم بعض الجبهات والتركيز عليها حتى يتم الحسم، أشرت إلى جبهة نهم وصعدة وصرواح وربما استثنيت بعض الجبهات، لماذا؟ وأسمع تعليقك على ما طرحه الدكتور محمد. أتفق مع الدكتور من لندن جزئيا، ولكن لا يوجد تناقضات في التحالف، هناك اختلاف الوسائل، ما الأهداف هي موحدة، وخصوصا بعد خروج قطر، قطر كانت تمثل مع الأسف طابور خامس داخل جسم التحالف، ونحن ندرك منذ خروج قطر أنه الأمور أصبحت سليمة إلى حد ما. على أي حال، الجيش الوطني اليمني يمتلك قدرات وأسلحة نوعية لم تستخدم، هناك عشرات الآلاف تأكسدت في مأرب ولم تستخدم، القادة العسكريين يقولون بملء أفواههم ننتظر، نحن نملك القدرات والإمكانيات والرغبة في القتال والتقدم باتجاه الهدف النهائي
ولكن ينتظرون قرار سياسي. هنا نتوقف، متى يتخذ القرار السياسي؟ هذه مسؤولية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. صحيح جبهة تعز لا يوجد فيها قوات، ونحن ندرك أن في محافظة تعز هناك تناقضات مع الأسف محلية داخل المحافظة، وبالتالي أحد أسباب التأخير الحسم هناك. لا زال حزب علي عبد الله صالح هناك مع الأسف، وبعض الأحزاب الأخرى مؤثرة في البيئة في تعز، وهي واحد من أهم أسباب التأخير. عندما تقدمت القوات في المحور ذوباب وباتجاه معسكر خالد، وكانت المفترض أن تتوجه شمالا إلى الحديدة، أصبح هناك ضغط دولي بالإضافة إلى البيئة المحلية اليمنية. لازم تؤكد على أنه يجب أن تتوحد القلوب في اليمن، ننسى الماضي ونذهب إلى الهدف النهائي، وهو تطهير اليمن من دنس المجوس ومطاياهم في اليمن. هذا هو المهم، ونتجاوز المطبات، وإذا كان هناك بعض الغزوات نعمل سويا على ردمها. اليمنيون بحاجة إلى بعض الآن أكثر من أي وقت مضى. طيب الضغوطات الدولية، هل فعلا هناك ضغوطات دولية تمارس على التحالف؟ نعم، أيضا ونقطة القرار السياسي الذي تقول أن ربما له علاقة في حسم المعركة، هو قرار سياسي صادر ويأتي من الرياض، ليس من الرياض. هناك باتجاه الحديدة الأمم المتحدة كانت رافضة، وأعلنها مع الأسف سيء الذكر المندوب الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وقال نجحنا في منع تحرير الحديدة. إذا كان هناك ضغط دولي، سواء اعترفنا أو صمتنا، إذا في ضغط دولي على أبقى الميناء، ومن مصلحة العالم مع الأسف أن تبقى البيئة اليمنية طويلة في هذه المعركة ليستفيد منها من يستفيد خارج هذه المنطقة. لكن يفترض طالما أنه الرئيس شرعي ولديه قدرات حاليا، والقوات المسلحة مع المقاومة التي تقدمت في السهم الذهبي أو الرمح الذهبي من الجنوب كانت قادرة على التحرك، الغطاء الجوي متوفر والغطاء البحري متوفر، وهي قد تكون العمليات المشتركة الوحيدة التي تتم فيها ثلاث أنواع من القوات المسلحة أو فروع من القوات المسلحة تعمل في وقت واحد، كانت العملية سهلة باتجاه الحديدة. هناك مخاطر على المدنيين، ولكن إذا كان الهدف النهائي سيسلم آلاف أو ملايين الأرواح مستقبلا، فكان من الضرورة التقدم باتجاه ميناء الحديدة وتطهيرها، وبالتالي كان تم تضييق الخناق على الانقلابيين في صنعاء وفي عمران وفي دمار وفي صعدة وفي جزء من حجة، وبالتالي وما تبقى من الحديدة، وبالتالي ليس أمامهم إلا طاولة المفاوضات وبالشروط التي تضعها القيادة اليمنية أو الاستسلام. طيب أعود لضيفنا من لندن دكتور محمد جميح. دكتور محمد، هناك رؤية للبعض من الخبراء تتعلق بأن تأخير الحسم ساهم ربما في ظهور وبروز الكثير من أو بعض المشاريع والأجندات التي هي ربما تفرق أكثر ما توحد، إلى أي حد تتفق مع هذا الطرح؟ هو يعني صحيح أن تأخير الحسم دائما يؤدي إلى وجود مشاكل لم تكن في الحسبان. عدم عودة القيادة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن أيضا كان له دور في ظهور وبروز العديد من المشاكل. من ضمن هذه المشاكل التي برزت للسطح انحراف الجهة والجبهة الداخلية اليمنية عن الهدف الرئيسي لهذه الجبهة، وهو المعلن من قبل الحكومة ومن قبل التحالف العربي، وهو إعادة الشرعية إلى اليمن وإسقاط الانقلاب. هذا هو الهدف الذي جاءت من أجله عاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل، وهو الهدف المعلن الآن. بدل من أن نتوجه في اليمن كما قال ضيفكم الشهري، بدل من أن نكون على قلب رجل واحد لإسقاط الانقلاب، اليمنيون اليوم لهم مشاريع مختلفة. هناك من يدعو إلى فصل الجنوب عن اليمن وإقامة الدولة التي كانت قائمة قبل عام 90، قبل أن تهدأ المعركة، قبل أن يسقط الانقلاب. وأيضا هناك حالة ميليشاوية ناشئة عن هذا الوضع وتأخر الحسم وعدم عودة القيادة إلى البلاد. هذه الحالة الميليشاوية أحيانا لا تنسجم ولا تتناغم مع الإرادة الشرعية للحكومة الشرعية ومع إرادة التحالف لعودة الشرعية إلى البلاد، نتيجة لأنها تؤمن بمشاريع أخرى جانبية ربما
ليس لها علاقة بإسقاط الانقلاب. طيب بالنسبة لك دكتور محمد، علاقة الشرعية، حتى أستفيد من الوقت المتبقي، بالنسبة لك أداء الشرعية وعلاقته بموضوع الحسم كيف يبدو لك؟ لو تعيد السؤال لو سمحت. على أداء الشرعية وعلاقته بتأخير الحسم. طبعا الشرعية تتحمل المسؤولية الأكبر في تصوري، أكبر من أي عنصر آخر، لأنها هي التي يحصل هذا العمل كله، وهي التي تقوده، والتحالف جاء باسمها، وبالتالي هي المتحملة لهذه المسؤولية. العنصر الأهم أنها لم تتواجد على الأرض، هذا أخر الحسم ولم يعطي الدفعة المعنوية الكبيرة. يتفق معك في هذه النقطة العميد حسن الشهري، وقال أن ربما كثير من الجبهات هي بحاجة لقرار سياسي حتى الآن. ما الذي يمنع تأخر هذا القرار السياسي ونحن نناقش أداء الشرعية؟ أنا أعتقد أنه صحيح، هناك أنا أتفق مع سيادة العميد بأن هناك عتادا عسكريا كبيرا في المأرب، لكنه لم يدخل إلى الجبهة، ما زال موجودا في المعسكرات التدريب وبعيدا عن المعركة. لماذا؟ ربما هناك قرار سياسي معين بعدم اقتحام صنعاء، ربما يريد التحالف الحكومة الشرعية عدم دخول صنعاء عنوة وبالقوة من أجل إتاحة الفرصة لتسليم المدينة ثم لتجنيبها الدمار ولتجنيب المدنيين فيها مزيدا من الويلات. ربما يريد التحالف الحكومة الشرعية من خلال هذه المعارك على أطراف صنعاء سواء في نهم أو في صرواح أو حتى في تعز بعيدا، استنزاف قوى الانقلابيين في الداخل من أجل إخضاعهم وإرغامهم على العودة لمائدة المفاوضات من أجل إنجاز حل سياسي، لأن التحالف والحكومة ربما لا يريدون سفك المزيد من الدماء في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي يرغبون باستمرار هذه العمليات الخفيفة التي تؤدي لإنجاز التحالف الانقلابي من الداخل من أجل بسط أو تمهيد الطريق للحل السياسي الذي يرغم به الحوثيون على قبول قرارات الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جمح معلل السياسي، كنت معنا من لندن. نشرك معنا من عمان من المملكة الأردنية الهاشمية المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر، ونحن نناقش أسباب تأخر الحسم، ربما هناك تركيز على نقطة أداء الشرعية والتحالف العربي في تأثيرات تأخير الحسم، كيف تبدو لك الأبعاد؟ مساء الخير أخ سامي، وكل عام وأنت والجميع بخير. الصورة هي تبدو كما هي من فترة طويلة، بأن الوضع في اليمن دخل حالة من الجمود، لا يبدو أن هناك أي حسم عسكري ولا أي إنجازات على مستوى المفاوضات، وبالتالي الأمر معلق وسيبقى معلق. الأسباب كثيرة لهذا الوضع، منها أن لا يبدو بأن هناك خطة كانت موضوعة أصلا لإنجاز العمل عسكريا، ولا يبدو أن هناك أيضا كانت خطة واضحة وعملية وواقعية لأن تنتهي العملية بحل سياسي، بمعنى أنه يبدو منذ البداية أنه لم تكن هناك رؤية واضحة لما ستؤول إليها الأمور. طيب بالنسبة لك كيف تبدو الصورة ونحن نناقش أداء الطرفين الشرعية ومعها التحالف العربي وأيضا تكتيكات وأداء الميليشيا في المعركة؟ يعني أداء الحوثيين هم يركزوا قدر الإمكان على كسب المزيد من الوقت وأن يمتصوا الهجمات التي تلحق بهم، انسحبوا من بعض المناطق بينما بعض المناطق متمسكين بها ووضعوها كخطوط حمراء لهم. في المقابل أداء الشرعية وأداء التحالف اتسم حتى الآن بالفوضى وبعدم وجود أفكار رئيسية وخطوط عريضة يعملون عليها. هناك تخبط في الجنوب بشكل واضح من البداية وحتى الآن، ويزداد الوضع في الجنوب تعقيدا. ليس هناك من وضوح لأهداف الحكومة الشرعية، ليس هناك من مشروع تمتلكه الحكومة الشرعية، ليس هناك من ما يمكن أن نسميه طرف يمثل الشرعية بما تعنيه من استعادة دولة، من مشروع دولة، من دولة واحدة. من ما يحدث الآن أن يتم مواجهة الحوثي في معظم المواجهات تتم من قبل فصائل سياسية
حتى الآن ليست جيش وطني بالمعنى جيش وطني، حتى لو لبست البزة العسكرية ولو تسمت تحت ألوية حكومية ولكنها ذهنيتها ذهنية ميليشيا. هذه الأمور أدت إلى أن يصبح المناطق التي هي تحت سيطرة بين قوسين الحكومة الشرعية عمليا ليست تحت سيطرتها وإنما تحت سيطرة الفصائل. نجد طيب. هذا النموذج. ابقى معي أستاذ عبد الناصر، أعود لضيفي من المملكة العربية السعودية العميد حسن الشهري. إذن سيادة العميد، كما استمعت لحديث الأستاذ عبد الناصر المودع، ربما هو تحليله يقود إلى النقطة التي طرحتها عندما يقول أنه لا توجد لا مشاريع لا مشروع لدى الحكومة الشرعية ولا أفكار وعناوين رئيسية ربما وخطوط رئيسية لحسم المعركة لدى التحالف العربي. هناك فوضى يقول، وخاصة في الجنوب وبعض المناطق المحررة. كل هذا يقود ويتفق في سياق ما طرحته أنت، أن اليمنيين حتى الآن ليسوا على قلب رجل واحد. ما الدور الذي يمكن أن يقوم به التحالف العربي والسعودية، ونحن نتحدث عن البيت الجامع الذي يجمع اليمنيين الآن الواقفين مع مشروع استعادة الدولة؟ هل هناك تقصير ربما من قبل التحالف والسعودية حتى يجمع اليمنيين على قلب رجل واحد؟ لأن هناك من يرى أن ربما الآن هناك بعض البروز، بعض الإشكاليات الحاصلة التي تفرق لا تجمع. أود التذكير فقط أن الخطط العسكرية موجودة، النقود هو القرار السياسي، والعمليات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي أيضا الدعم بالأسلحة النوعية سواء من الدبابات والمدفعية والراجمات حتى وصولا إلى البيتريوت موجودة في مناطق تحمي المراكز الثقل في اليمن وأيضا القيادات اليمنية. أيضا تطور التدريب والإمكانيات في الجيش الوطني اليمني إلى تدريب مئات من الكوماندوز وما يسمى السبيشال فورسز للقيام بعمليات خاصة وقتالية مستقلة. أعمال اتسمت بالفوضى، نعم اتسمت بالفوضى في داخل اليمن، ولكن لم تتسم بالفوضى، وأنا أتحفظ على الكلمة هذه مع الأخ عبد الناصر، لم تتسم بالفوضى لدى الشرعية، لدى التحالف. التحالف قام بواجبه واستجاب لرداء أخوي، قدم كل الإمكانيات المتاحة وتحمل ضغوط البيئة الإقليمية والدولية من أجل اليمن وأمن اليمن، وبالتالي لا يمكن قبول مثل هذا المصطلح على سياق الكلام. طيب التحالف والسعودية البيت الجامع والمرجعية الآن لليمنيين التخبط في الجنوب. طيب. وأكد على أنه المسؤولية الآن والكرة في مرمى اليمنيين أنفسهم وعليهم، وأكد للمرة المليون يجب أن يكون كل اليمنيون على قلب رجل واحد للوصول إلى هدفهم، وإلا أكلوا كما أكل الثور الأبيض، لأن هم حتى وإن تحررت اليمن وتم تدمير مشروع الإيراني سيعودون للاقتتال والانقسام. دعوا المرحلة تمر حاليا، اعملوا بدستوركم ثم قوموا بمشاريعكم الخاصة داخل اليمن دون تدخل من الآخرين، واعملوا ما شئتم داخل مظلة الشرعية والدستور. شكرا لك العميد حسن الشهري، كنت معنا من الرياض. فيما تبقى من وقت هذه الحلقة أعود لضيفي عبد الناصر المودع من الأردن، إذا كان لك من تعليق على ما طرحه العميد حسن الشهري في دقيقة. يعني أتفق معه فيما يتعلق بأن القضية المشكلة هي عند اليمنيين، وأن اليمنيين ليسوا على قلب رجل واحد، وهذا صحيح، وهذا يعود بدرجة أساسية إلى أن الشرعية والرئيس الشرعي ليس لديه لا المؤهلات الذاتية ولا الموضوعية لأن يكون رئيس جامع وأن يمثل الشرعية وأن يمثل مشروع الدولة. هذه هي المشكلة، ليس فقط من بداية الحرب ولكن حتى من قبل الحرب. لهذا السبب على دول التحالف وتحديدا العربية السعودية أن تسعى إلى أن تخلق شرعية بديلة، لأنه بهذه الشرعية لن يكون هناك التفاف حولها لاستعادة الدولة اليمنية. أستاذ عبد الناصر، كيف تخلق شرعية جديدة؟ يعني الرئيس هادي أتى باتفاق سياسي، لم يأتي بانتخابات كما يروج له، ما حدث هو أتى باتفاق سياسي ويمكن تحييده باتفاق سياسي. عندما كانت الأطراف اليمنية متفقة إلى حد ما، لكن الآن هناك معركة. لا، تستطيع السعودية بما لها من ثقل أن تخلق اتفاق، أن ليس بالضرورة بين جميع اليمنيين ولكن بين القوى الفاعلة أو جزء من هذه القوى الفاعلة. كانت هناك انتخابات في عام 2012، ومن خلال
هذه الانتخابات وان كان انتخابات. لها شك ربما يتحفظ عليه البعض، لكن لا 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 ليست انتخابات، ليست انتخابات. ما حدث هو الناس نزلوا يصوتوا على المبادره الخليجيه ولم لكن يصوتوا حصلت على مباركه هذه. نتائج الانتخابات ولقاء مجلس الامن في صنعاء وشرعيه دوليه اعترفت. كل هذا كان للاتفاق السياسي ولم يكن لشخص هادي ولا ولم يكن هناك انتخابات حقيقيه. الانتخابات تاتي بين اكثر من مرشح وفق الدستور ووفق المنطق، ولكن ما حدث انه عباره الناس نزلوا وصوتوا لاتفاق القوى السياسيه، وبالتالي من الممكن الان خلق شرعيه بديله عبر اتفاق سياسي. طيب شكرا لك سعد الناصر، مضطر لمقاطعتك، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقه، ربما تجاوزنا. اشكرك جزيلا، وفي حلقه اخرى ربما ستشارك معنا، وايضا الشكر موصول لك ولضيوفنا في هذه الحلقه، الدكتور محمد جميح كان معنا من لندن، وايضا العميد حسن الشهري من الرياض. انتهت هذه الحلقه من زاويه الحدث، تحيه طاقم البرنامج ومعديها ماهر ابو المجد، في امان الله.